فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في صلاة الجنائز يصلي بعض الناس في الساحة الخارجية للمسجد. في صلاة الجنائز يصلي بعض الناس في الساحة الخارجية للمسجد، علما بأن المسجد واسع وفيه مجال في الداخل. يقول: ما صحة صلاة أولئك؟ لازم تتصل الصفوف، ما يصير بينها فضاء واسع. إذا لم تتصل فصلاتهم غير صحيحة، لازم تتصل الصفوف، يضيق المسجد، يصلون من خارج لا بأس، المسجد فيه فسحة وفيه مكان لا، ما يصلون إلا مع الصفوف. نعم.